يعتبر الموسم الكروي 2012-2013 موسما للنسيان لدى محبي أولمب بيشلف، لأنه أحد أسوأ المواسم الذي خاضها الفريق منذ صعوده إلى حظيرة الكبار سنة 2002. كيف لا وهو الموسم الذي شهد صراعات في مختلف مستويات الفريق من الإدارة إلى الطاقم الفني والتشكيل. من أين نبدأ؟ عد هذه الأزمات التي مر بها الأولمبي وحالت دون أن يكون الأولمبي مع كوكبة المقدمة كما عهده عشاقه. بداية هذا الموسم كانت بمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا في دور المجموعات، والتي كانت سلبية على 40 هزمات متتالية، وتحولت هذه المشاركة إلى نقمة مع بداية البطولة وتوالي النتائج السلبية، ليبرز صراع الإدارة بدخول مدوار قبة البرلمان وتعيين بالطيب رئيسا للفريق، ثم تسحب الثقة منه ويعين صبيحية رئيسا لمجلس إدارة النادي مع بقاء الحاج مدوار الأمير الناهي في الفريق بشهادة كل من يعرف خبايا النادي. ولم يسلم النادي أيضا من الأزمة المالية التي ضربت بقوة على أبناء مدينة الأصنام، مما أدى إلى دخول اللاعبين في إضرابات متقطعة مطالبين بحقوقهم المالية، خاصة تجاهل في أكثر من مرة. ثم امتدت إلى أزمة الطاقم الفني، حيث استهلكت الجمعية هذا الموسم 3 مدربين بعد أن كان يضرب بها المثل في الاستقرار، بداية ببلحوت الذي قاد الفريق في رابطة الأبطال وبعض جولات البطولة، ويحل بديله نور بن زكري الذي كانت نهايته سريعة على وقع التراشق بالتهم بينه وبين الرئيس مدور، ليستنجد برجل المطافئ بن شوية الذي نجح في ضمان البقاء. موسم للنسيان ينتهي مبكرا في عاصمة الونشريف، وللقادم كلام آخر، وعود بإحداث ثورة في الفريق وغربلة واسعة على التشكيلة، تعليق أمل كبير على قدوم شركة أو مستثمر كبير ينقذ المدرسة الشلفية مما هي عليه، إعادة البسمة للجوارح الذين يبقون من بين أحسن الأنصار الذين استضفناهم في برنامج من المدرجات. أكيد أنه مشاكل كبيرة وجهها الأولمبي هذا الموسم، لو كان جات في فريق واحد أخر عبالنا كان المصير تاعه راح يكون أسوأ من اللي راهو فيه جمعية شلف، لكن بالإرادة تاع اللاعبين تاع الإدارة تاع الأنصار خاصة اللي وقفوا مع الفريق تاعهم وخلاو الفريق نقولوا تضمن البقاء، ولو أنه المكانة تاع فريق أولمبي شلف ماهيش لاعب من أجل البقاء، خاصة أنه عنده لاعبين كبار. في حصتكم من المدرجات نمنحوا لكم الفرصة لكم أنتم أنصار الأندية الجزائرية في ملعب بومزراك، زرنا الجوارح وأنصار جمعية شلف وكان لهم هذا الحديث معهم، واكتشفوا لنا ما هي الأسباب اللي خلت الفريق تاعهم ما يظهرش بالوجه اللي مدوار كان هو كلش في نبغوا نكرو مدوار هو كلش في شلف صدير من بعد هو كي راه ديبيتي وكاع كشغل ما تفرغش ما بداش هو بذل مجهوداته كاع صح بلا بيه احنا والفنا بلا بيه استادير هو المتر دو بار. ازمه كانت اداريه بين بالطيب ومدور الرئاسه كما يقول لك كانوا متنازعين عليها، الفريق قاعد يهبط في الهاويه وان شاء الله كما يقول لك ان شاء الله راهي تتحسن ان شاء الله. وما العام اللي فات كنا في البطوله ملاح، كنا في كوب دارجيري في الدومي فينال كيما احنا للسي ار بي قرباج احنا لبسنا في الطياره من سي ار بي رحنا لسانشاين ربحنا في سانشاين ما سانشاين الخروب لعبونا 10 مقابلات في 20 جور الفريق على فين يقول لا بروف السنا كرامي تبليساو ما لاصاش العام اللي فات حنا قبل العام اللي فات ولينا حنا لا فينال تاع كوب دارجيري اسباب اداريه الشيء اللي كان صاري مع مدوار مع بن طيب وتسوات الوضعيه ومن بينها فان تغييرات تاع اللاعبين اللي راحوا والسبب الثاني ما سواش فان درام جماعه شريف درام ما كاش هذا العام مشاكل تاع بن طيب هذا اللي ما نسمعوش به كاع حنايا مدوار نشكروا احنا الرئيس مدوار 16 سنه خدمه كبر الفريق يجي هذا بن طيب الاسلام كومبليمنت ما تسمعش به يجي باه يدي الفريق يبغي يبيع الشونت بول يبيع الشكل بغى يديروا لافوار حنا شنو غادي نديروا غير لافوار راه غير موعين عندنا غير فريق واحد عندنا فريق واحد في ذي الولايه ما عندنا والو ما عندناش وين نروحوا هذه مرحله يفوت فيها اي فريق سواء في اوروبا ولا في افريقيا ولا في المغرب العربي راهي برشلونه راه فريق معروف على الصعيد نو على الصعيد العالمي فات مرحله فراغ اللي فتنا بها احنا وحنا رانا جمعيه شلف
معروفين قلت لكم سابقا على الساحه الوطنيه والساحه الافريقيه حتى الساحه الاوروبيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بالتلفزيون النهار في شلف وجميع الانصار تاع الله يسوء المحبين وللفريق، ونحن بالمشاكل تاعنا وبينهم تاعنا ان شاء الله دائما مشاكل عديده منها الازمه الماليه اللي راهي محطه بالفريق، وحنا في السراء وفي الضراء. مشاكل هلا نلبوا الهبطه، المشاكل الاداريه اللي صارت فينا في معكم طيب هذاك بن طيب وكاع، وهنا عندنا الثقه كامله، احنا عندنا الثقه كامله في مدوار، احنا ماناش كونتر مدوار، باسكو مدوار هو اللي لحق لايس وين راهي، دير بالك بلي رانا مع ثمانيه الاولى في افريقيا، مدوار هو اللي وصلها وين راهي. نرحبوا بالنهار هنا في عندنا في شلف، كل عام والنهار بخير. عندنا التشكيله تاع شلف كانت مليحه ودروك صاي والو خلاص، من عندنا من الدراهم المال إدارة ما قامتش بالدورة تاعها في الاستخدامات، ما كانتش استخدامات نوعية، وراحل المدربين تعدد المدربين على الفريق أثر شوية نوعا ما على الاستقرار تاع التشكيلة. ما شفناش حتى ريكروتمون، شفنا نساخ ما دار والو، ماركا هدف كونتر مولودية وهران، وشفنا إينيغا ما دار حتى حاجه على العام بليسير، حاجه واحده اخرى ما كانش، اضافه لحاجه واحده اخرى دائما المشاكل الماليه، وين راهم الدراهم وين راهم يروحوا ما على بالناش، الدراهم تاع التحويل السوداني مازال ما شفناهمش، الدراهم تاع المشاركه في لاكوب دافريك لحد الان مازال ما سمعناش عليهم لا في الصحف ولا في حاجه واحده اخرى. ايه انا نشوف لي جوار، بعض لي جوار راحوا من الفريق. السبب هو الوعود الكاذبه تاع المسؤولين. المسؤولين تاع اولمبي شلف. من بيناتهم مدور بكل صراحه، مدور في الديف وبن طيب في الاول تاع السنه ظهروا في تلفزيونات خاصه في النهار، كان يقول باللي غادي ندير لكم مفاجاه كبيره، ولاعب شفنا لاعبين كبار ما شفنا مستوى في التيران. لا غالب عندنا مشاكل اداريه، شفت المشكل البريزيدون الاول اللي جا، والمشاكل هذه هي اللي خلات الفريق يمر في المرحله هذه. عندنا لاكوب دافريك هي الاولى، زيد عندنا كانوا لي بريزيدون دخل هذا واسي هذا، من بعد صرات مشاكل اللي صراو لي جوار، الجوار كان اللي ما خلصوش كاين منا وما عندناش. ولا باش لف عنا مشاكل اداريه الاداره كانت في بدايه الموسم مشاكل ما بين رئيسين، رئيس مدوار شنو كانت متكراسي دائما لي بريميو كاكنيه، السبب الرئيسي هو اللي كاكنيه هو تاع البرلمان عبد الكريم مدوار، كي ترشح نروحوا على البرلمان وكاكنيا برضو كما دير لي جوا ما ديش يديروا ثقه في البريزيدون واحد اخر، جا بريزيدون واحد اخر تاع لوسي ابراهيم الاونيه ما كانش كاع ثقه فيه، مانيش عارف انايا ما داش لي جوا يلعبوا ما داش يخلصوهم وكاكنيا. اللي كان خاصها هي لا جيستيون تاع هذا العام ما كانتش على اوتر، باسكو ليكيب كبرت لي زومبيسيون تاعها كبروا، والاداره ما كانتش بيان اورغانيزي، سنا ما كونسونطراتش مع ليكيب كيما كان الحال، وان بليس لا ليغ دي شامبيون ما كانتش حاجه بوزيتيف لينا، كانت حاجه نيجاتيف. اللعابه ناقصين شويه، بريزيدون ما قضاش، لا غالب مشاكل تاع دراهم، اداره حبسه، وحنا لايسو اي اني كيكون لعابه في نهارهم اي اني كي نربحوا لهنا، حنا الحراش بريمير ميطون صافا دوزيام ميطون بثلاثه، فهم كيف؟ حنا اللعابه يتهلاو في اللعابه. لي سيبورتير كاين وقت ما ظهروا لي سيبورتير يلعبوا الصباح يجوا لي سيبورتير. دروك هي صح دخلت في مشاكل شخصيه، وان بليس دروك خصنا على ريكروتمون ما كاش، وان شاء الله العام الجاي نلعبوا بلاد والبلاد البلاد كما قال لك، و ان شاء الله ما نطيحوش. ليكيب هذه اللي تلعبها طايحه هي اللي دات شامبيونه هكا، قعدوا غير هما اش نقص غير سوداني ولا نقص مش عارف، الناس راهي تحاول تلعبها على الدراهم. اولا ما كانش اللعابه، كاين اللي كانوا تاع العام اللي فات راحوا، ما كانش مدرب في البدايه، وهذا هذا الشيء اللي خلنا سنا ما درناش النتائج لاباس بها. ندارين يكون عندنا مدرب وتكونوا اللعابه ريكروتمون مليح نديروا النتائج، بس ما كانوش. احنا ما عندناش برك هنا في التدعيم ما يدعموناش. عندنا ايكيب واحده في البلاد بصح ما كاينش، عندنا كاع لي زوتوريتي هنا بصح ما يعاونوش ليكيب، عندنا بريزيدون واحد يضرب وحده ما كاينش اللي يدير يتعاونوا.
نرحبوا فيكم هنا في ملعب محمد المزرق بشلف، وتحيتنا الخاصه لكم على المجهودات اللي تقوموا بها. على كل حال حنا سنا ماناش في العام تاعنا، ماناش في عامنا، ماناش ملاح، وكاين واحد بعض المشاكل اثروا على الفريق، من بينها مشاكل اداريه، لعبه ما عندهمش درهم، ماهوش خاصين، راهم يقولوا هكا. كانوا هذو هما انصار اولمبي شلف، انصار نقول لهم في حضاره وثقافه باتم معنى الكلمه، كانوا سهلون المهمه في العمل في المدرجات، ما كانش هناك اندفاع، كانوا يهضروا بالواحد، حاجه مليحه، ونتمنى ان شاء الله انه هذه الثقافه تعم كاع المناصرين تاع الانديه الجزائريه. الان راح ننتقلوا الى ركن المنصه الشرفيه، كما على بالكم في المنصه الشرفيه الرئيس مدور كان دخل قبه البرلمان في هذا الموسم، لذلك كان يجب عليه باش يتنازل على رئاسه الفريق ورئاسه شركه اولمبي شلف، لذلك كان رئيس جديد هو نور الدين صباحيه. لذلك في ركن المنصه الشرفيه راح نستمع نور الدين صباحيه ونتكلموا معه حول ازمه اولمبي شلف، وايضا عن النظره المستقبليه اللي راح يعطيها لهذا الفريق. اذا تابعوا معنا في ركن المنصه الشرفيه نور الدين صباحيه. بدايه نقولوا باللي لا تشامبيونز اللي لعبناها ما كانش، نقولوا ما كانش لازم نلعبوها. نايتي موندري عندي جوار اللي راحوا لنا اللي كنا تاكلين جبنا بهم الشامبيونا، وقلنا تكون عندهم كونتينيتي، مالوروزومون دخلوا دوتر فاكتور اللي داونا لي جوار. ليفيكتيف نقص، بالك التدعيم نقص، هذا هو المشكل بالنسبه للمشاركه. الكار اللي وقع من بعد سيتي لا ديبيتاسيون دو مسيو مدوار. Que j'ai toujours souhaité, quand je suis sincèrement à l'occasion, je vais le prononcer. Mais je suis rahm, je suis la députation, mais je suis dire un cumul, je suis dire un désistement à le poste à haut et désigner un autre président. C'est ce qui a été fait, on a désigné un président, mais il n'a pas été correct avec nous. Il a un peu changé les clauses, les femmes par le PV de l'Ussie de Justice, bon, on a fait l'Adala. غروسو مودو العداله خدمتها كثر خيرهم وفصلوا في هذا الامر. مي هذا البروبليم وقع توشا لي جوار، لي جوار توشاونا ونا سيتي تري ديفيسيل. كي وقع هذاك المشكل جيتي اوبليجي انا دو مي بريزونتي، جو مي سي بروبوزي اون توكو بريزيدون جوست بور كالمي لي زيسبري، جوست بور ما نخلوش بوست بريزيدون فيد، مالغري كو جي با ديكسبيريونس كوم ميسيو مدوار وكوم دوتر بريزيدون دي كلوب. قلت معليش اون فال اكسبتي باسكو لايسو كانت رايحه تروح، وكاين ناس ربما كانوا فيزين اون بيرسون بيطيحوه، مي لا ريجيون كانت رايحه تطيح، يعني سي زيتي ان بو انتيليجون ما نوصلوش ديك الدرجه. معليش قبلناها وسيتي ديفيسيل انا باش يوالفوني الجوار، مانيش مجموف نهضر معاهم، مالك جيتي عاموشي بريزيدون كاتيغوري جون، مي لي سينيور ما كانوش عارفين عن دلوان كيلكو سان سوداني ولا جو بونس فرحي، هذو يعرفوني، مي الاخرين ما تعاملتش معاهم. مي اون فيكو سكون فيكو اون جوي نوتر رول. كاين ناس في الخفا كثر خيرهم، جو با لي سيتي، مي عاونونا بزاف انسو كو مسيو مدوار. في هذه النقطة وي قولوا شنو هي الإضافة اللي جابها السيد صباحية للفريق؟ هناك من يقول بأنه السيد صباحية راهو رئيس، كما يقولوا رئيس الكلمة رئيس فقط، ما أنه في مازال هو مدور، هو اللي أمر، هو الناهي، هو فور كو لوكازيون لو بوبليك يعرف أنا ما جيتش على جال البريزيدونس، قلتها وأنا نعاودها، ما مدور كيلقاه ونقولها له، جيت باش ما نخلوش لو بوست فيد. باسكو لا طونسيون كان النار كانت تردي، الناس تراجع روحها شويه وتشوف باللي ودي المعمعه اللي دخلنا فيها صعيبه بزاف. مدوار ديبوتي جبنا واحد الى ترافيكي، دونك وين راسلك؟ انا جو مو سي بروبوزي
قلت له ديرني انا باش الاجراءات الاداريه والقانونيه سيرت مع العداله تكون بور كو جو سين يعني توت لي بروسيدور لا بروسيدور باش العداله تخدم خدمتها وتفصل في هذا الامر. اون بليس دو سا ما ممكن نكمل مع العداله ونخرج كي فاسيني لي شاد دي ديبلاسمون هي دوتر يعني هذا سامبل اكزومبل. دونك جو ديفي تيرميني بور كو ليكيب تسوفا هذا العام و في لا فان دلاني ربي دلاتي فوالا. في لا فان دلاني كاين اللي يقولوا هل زعما فتحتوا راس المال باش هل هناك مشروع تاع فريق ولا بيشلف يروح لشركه كبيره كما وقع في عده فرق في الجزائر؟ معلوم سمعنا باللي لاسيون مونتري تاع مدينه شلف راح تكون هناك شراكه بواحد تشتري الاسهم في الفريق تاعكم، هل هذا الكلام عند سعار وسعها وكلام صح؟ انا ما نكذبش عليك سمعت كيما سمعت انت، مي بور موا سي يا با دوفيسيال. نتمنى ان يجين كيما لي سي ديو يعني يدير لي زاكسيون تاع ليش نتمنى يعني بفرح وسرور باسكو انت قلت اسكو راكو رايحين ماشي رايحين كاين لي سوسيتي هما راحوا جو بونس لي كلوب ولا جيتي بوسي مي حنا ما بيدنا حيله حنا ماذا بينا لا توجور دي شكون يكره الخير جيمري بيان كو لو سي ديو برون شارج ولا نوتر بوتونسيال يعني فوالا ما تشوفش بلي الفريق لعب ادوار الاولى دا بطولات دا كاس لما يعاود يولي الحرام دا في موسم مع السقوط نقولوا حيولي 10 سنين لور شوف على المسيرين معليش لازم تهم بلي الله يسول حكيت عندها انساي يفو ساتوندر يفو ساتوندر لا ديسونت زيد لي بروبلام دونك نورمال سي شوت ليبر دونك الشيء اللي دو ريدريسمون اللي ندار ولا الفئات اللي كانت في الخفاء ولا انا ولا اي انسان ولا مدوار يعني ايزون جوي لو رول باش يعني قبضنا لو مانتيا ورانا رجعنا شويه برسك للوسط فوالا. مشكل اخر شغل طرا كيشلف في هذا الموسم كان الفريق معروف بالاستغلال خاصه في العارضه الفنيه الموسم شفنا مدربين كثير تاع اقوال وهي الاسباب وشنو هل المدربين ما كانوش في المستوى هذاك الامر اللي خلاكم تغيروا مدربين يا ثلاثه هذا مدربين باش نقول لك سان بروبليم شويه ديريكا كاين دي مدربين بالنسبه لبالك الفرق كاين ليكيب ما تاقلمتش معاه بالك عقل العقليه بون بالحوت انا نقول لك بالحوت فكرتني على كل حال اللي انا بور موا يسي تروف فامي ريجيم على الجوار صاي ولا صحابه صاي ما عندوش ان بوفوار اي با دوني دي زوردر فيرم سي نور بن زكري سان بونوم يعني تري سيريو اي ترو دور اسمع لي اللي كيف تاعنا كبرت قوي دير قوي تكسر ما قبلوهاش العقليه انت و بون صرا اللي صرا هذا مكان حنا انا قلت لك بلي ليكيب فو ان شونجمون في لا فين دلاني ان شونجمون راديكال فو اون ماتيير دو ساتور مي اون فا شونجي بوكو شون ان شاء الله. اخر المهم نقولوا ما عندكمش خبره باش تلعبوا السقوط كيفاش لعبت كيفاش تعاملتوا مع الوضعيه هذه باش خاصه اغلب المسيرين راهم هنا عاشوا غير ربما نجاحات لسوكسي هذا العام لعبتوا على السقوط كيفاش عشتوا هذه المرحله مع اللاعبين خاصه سمعنا بلي ازمه ماليه في فريق اولمبي شلف ازمه حاده لاعبين ست شهور ماشي خاصين. انا نهضر على روحي واش عشت انا سكو جي غوسونتي انا ما نكذبش يعني جي ان بو سوفير باسكو لو مومون دو جي ديسيدي باش نكون بريزيدون يعني شفت روحي داخل في جبل يعني سانسامون ماشي حاجه سهله الناس ما يرحموش كاين الناس فهمت الوضع دونك سيتي با فاسيل يعني بكل صراحه انا قلت لك بلي كاين الناس الخفاء هما بالك اللي كانوا يعني دعمونا دين مانيير ودي نوت باه ليكيب تعاود تربح الثقه نتاع الاداره ورجعنا بالعقل وكانت فان فعل اخر لوكازيون سي لو كوميتي سيبورتور اللي كان عنده فريمون يعني ان ابوي فور مع لي جوار وربما كاين فان بعض الجوار اللي رتبوا عقولهم و وزون ستابيليزي ليكيب و بور لو بور لو بور لا كويزيون و بور لو روتور في لي فيكتوار. تنقول هذا الموسم خلاص بقات اربع جولات شي تاخذ البقات هل هناك نقولوا مشروع رياضي لاولمبي شلف في المواسم القادمه؟ مشروع رياضي واش نقول لك؟ واش راكم هذا الفريق شويه النظره اللي راح تعطوها له الموسم القادم؟ ماشي دوك انا قلت لك ان شونجمون لازم يكون امبلاياج في ابو سيارة يعني تفهمنا عليها يعني ما سي كونديسيون ما نرجعوش فيها اون فا ندعموا لي جون اون فا بروند ريسك كوم دي زوتر كلوب على انا
اللي كبر كبر يروح واللي ينجم يمد يقعد وراه يقبض باش باسكو بابا تو رينوفي باسكو صعيبه مي اون فافير دي ديزامبلاسمون يعني في لاو الفو كونسيرنون حنا كنديروا لي شونجمون يبانوا شي حاجه نورمال كاين رينيون كاين اجتماع ونشوفوا كيفاش راح نديروا لا بروشان لا بروشان سيزون ان شاء الله pour les supporters en Angola tem saha yani ma ntemchi alik pour les supporters yani ونهار نهار سيبهم يجوا bon quelques fois ils zafou min haqhom des fois ils zafou les résultats واش صرا لا فوا باسي يعني خساره مور خساره زعفوا مي في حق العكس في حق لا ونستحقهم خطاتي هما كيزعفوا ما لازمش يزعفوا حنا نتمنوا يجوا باسكو باش ليكيب تعاود ترجع مالوزمون ما كانش مي معليش لو سبورتور اللي كان يقعد توجور سبورتور محترم وكثر كان هذا الرئيس نوضي صباحيه نتمنوا له كل التوفيق الى ريح على راس العرير على راس الاداره تاع جمعيه تلف ولا كان خلى المكان تاعو نتمنى ان شاء الله اللي يجي في المكان تاعو يكون احسن منه ويقدم اي قدم ايضا الكثير لاولمبي شلف لانه هذا الفريق نقولوا قبل ما يكون فريق كبير هو عنده مدرسه الاصغر تاعو راه في نهائي كاس الجزائر وايضا بالنسبه لي في سي اف سان في الامل نتمنى لهم كل التوفيق وباش يكونوا خزان للفريق الاول وللمنتخب الوطني كذلك الان راح نعاودوا نولوا الى مدرجات ملعب بومزرق وراح نستمعوا للحلول كانت هذيك الحلول لي خيرها صباحيه الان راح نسمعوا للحلول اللي يقترحوها المناصرين ونقول لكم اداره اولمبي شلف سي مدوار وقال لكم تشوفوا فينا لازم تكونوا في مستوى تطلعات الانصار تاعكم ما لا تبعوا معنا الحل مع المناصر هي كل شيء راه بيد الاداره كي تكون البدايه تبدا بالاداره كي تكون ان بون ستركتور في الاداره تكون الاداره مريقلة روحها ايتو يختاروا لي بون يديروا لي بون ريكروتمون و اون بليس شغل يكون ان اونترينور اللي عنده كيما نقولوا عنده شخصيه عنده اللي عنده لومبيسيون تاع لي بريمي رول باسكو داك الشعب بدا يطمع راك فاهمني داك الشعب بدا يطمع دوك سي بون غير لي تيتر وكاع دروك ماشي الحمد لله جا هو بريزون واحد اخر هذا معنا مشطيه صباحيه داروا في شيء يمكن فينا حاجه من المسؤوليه لكن يوعدوا لي جبار يخلصوهم وان شاء الله بربي احنا ما نسقطوش وان شاء الله بربي تكون ريزتا شابه والحمد لله ان شاء الله نرجعوا كما كنا في الاعوام السابقه ونلعبوا البطوله وفي فلايسو قول له ايمن برافو احنا كون هذا الفريق احنا الفريق ولا بيشلف كنت قبل الصون عطرك اقسم بالله العظيم نعاهدك ونعاهدك نعاودك اقسم بالله وتقبضوا الصون عطرك ولا تقبضوا اي شركه كبيره اقسم بالله العظيم نلعبوا على الشوبين نلعبوا على الاوائل كوم سيبورتور ماناش نحاولوا نحوسوا على لي بومي غول نحوسوا على لا فورماسيون باش نرجعوا كما كنا من قبل نفورموا اون ايكيب من ديك ليكيب كما يقول لك بلي برودوي تاع الكلوب كي بلي برودوي تاع الكلوب نخدموا ايكيب مليحه من ثم نحوسوا على لي تيتر باسكو بلا لا فورماسيون ما نقدروا نديروا والو نتمنى ان شاء الله بربي المشاكل هذه الموسم القادم ما تعاودش ترجع ويكونوا مسؤولين في القمه اللي يعاونوا الجمعيه والسيد عبد الكريم مدوار دعم الله يسوه ونتمنى يبقى في الجمعيه ويعاونها وان شاء الله بربي الموسم القادم ان شاء الله تكون احسن من هذا الموسم ونطلب من الانصار ان شاء الله يوقفوا بجانب الجمعيه ودعمها الى في السراء وفي الضراء ان شاء الله بربي خويا ان شاء الله الانصار ما يديروش ضغط على هذا الفريق نورمالمون عندنا 10 سنين كنا نلعبوا في الاقسام السفلى لحقنا الرابطه الابطال الفرق المجموعات لعبنا بالعقل ما حنا كي دينا البطوله حقنا عامنا الاول لعبنا الهبطه ومن بعد لعبنا دوزيام باش دينا البطوله بالعقل وما نديروش ضغط على الفريق وما نديروش ضغط والناس اللي يضروا ليكيب الله يهديهم هذا فريق يمثل منطقه باكملها ان شاء الله وكاين رجاله واقفين عليه ما ينجموش حنا يكلخونا ولا يديروا لنا كاش حاجه باسكو هذه ليكيب كاع رانا واقفين عليها ضيعنا قرايتنا ضيعنا بزاف صوالح عليها وان شاء الله ليكيب ترجع كما تكون مع السي عبد الكريم مدور مع اي شخص واحد اخر وان شاء الله هذه ليكيب ترجع للمصاف كبار عندنا فريق وفريق تاع الناسيون يلعب بلا المراتب الاولى فهمني كي صراو لنا مشاكل مع اسمح لي هذاك حقه كانوا عندنا مشاكل في الاول دروك بالك ان شاء الله بربي نضربوا على الماتيع نبريبارو العام الجاي ان شاء الله وان شاء الله العام الجاي نضربوا على الشامبيون ان شاء الله ان شاء الله نلعبوا على الشامبيون ان شاء الله ان شاء الله سنا نحاولوا على المنتهى والعام الجاي ان شاء الله يكون كلام اخر ان شاء الله كان عندنا نيفو شباب وذاك راه هابط شويه وان شاء الله الله برب العالمين يلعبوا ليجان
حنا ماذا بينا لجان بيبليك راه كاين. الحاجه الاولى ان شاء الله لو مانتيان، هذه هي الحاجه الاولى. لحد الان مازال ما ضمناش البقاء. الحاجه الاولى ان شاء الله يضمنوا البقاء. الحاجه الثانيه ما كانش ريكروتمون، كاين ولاد شلف يلعب ولاد شلف. المره اللي فات لعب شاب ماركا دو بوت، بين الشعب تاع شلف كلشي راه يشوف باللي اللي عنده لي جون راه يجيبوا ناس من برا، ناس دات دراهم وما لعبتش. نساخ هذا العام دا دراهم، لعب مقابله وحده ماركا هدف، وين راه لحد الان الجمهور تاع شلف يتساءل وين راه نساخ؟ الله اعلم. حاجه سهله، تجيبوا لنا يطلعوا لنا لي جون تاعنا. عندنا خزان في المدرسه تاع شلف، عندنا مدرسه وشويه يدعمونا بعناصر شويه خاصه في وسط الميدان وفي الهجوم. نعاودوا نولوا كما كنا ان شاء الله. مازال الخير ان شاء الله لقدام، وان شاء الله نكملوا من الطيحه، والعام الجاي ان شاء الله نلعبوا الشامبيون. نقول المدوار، انا نجاني داء المدوار، نقول لهم لي سيبورتر تاع، ماشي غير لي سيبورتر تاع شلف اللي راهم يسيبورتو في شلف. حنا رانا دو ميديا ورانا نمشيو 150 كيلومتر بلس لو ريسك تاع الليل، ورانا نجيو نتفرجوا مديا، فهمت؟ حنا اوني سيبورتور دو ميديا، انا سيبورتي في لايزون. هذا نبدا نوجدوا في المدوار، نقول له باللي صادير انت لازم تقوم بالواجب تاعك اتجاه الجمهور هذا. سيدي يوني كيب عندها اون لونغ استوار ان شاء الله يسو، سيدي ما تلحقش الدرجه دي اللي راهي فيها اكتويلمون. حنا اون دوموند لي ديريجون وعلى راسهم اخ مدوار البريزيدون تاع لايسو يتهلا لنا في ليكيب هذه. حنا ليكيب هذه ساكلتنا في الدم خويا، حنا صافي لونتون ولادنا ولاد بلادنا يسيبورتي ليكيب، رابحه ولا خاسر مع لايسو هذه واش في لايسو. رئيس الفريق مدوار نطلب منه دائما الوقوف الى دائما الجمعيه وليس الاختباء وراء الناس الذين لا يحبون الفريق. وان شاء الله منذ عده اسابيع وحنا نتخطوا في المشاكل الماليه، وان شاء الله نخرج من هذه الازمه. وفريق شلف فريق قوي جدا من كل النواحي. جمعيه شلف راهي معروفه مادام جيتو، راهي معروفه على الساحه الوطنيه والساحه الافريقيه حتى الساحه الاوروبيه. تم شلف البارسا بيان سير، تم شلف البارسا بيان سير، تم شلف البارسا بيان سير، باسكو العام اللي دينا الشامبيونا ونا جويكم البارسا اكزاكتومون. هاو مرتقان اونسيان جوار راه معروف هضر عليها، باجي هضر عليها، حتى يغيد مزيان ما دار حتى تيتر معنا، دار تيتر. يحبوا ريال مدريد يقول لك الشرف تاع كيما الريال. حتى انا رياليست، انا كي هضرت قلت لك بلي البارسا فات تاع ازمه الريال بلا ما نقولها، احنا كيما الريال خويا بزاف علينا. حتى الريال مدريد فات، انا درت الجيبيلي تاعي مع زيدان معروف. اي ماما ميا لا ياش الفاوا ماناش حمراوا. حنا الحمد لله كان المدوار واقف عند روحه، نحينا هذا بطيب، والفريق راه يعاود يرجع بالعقل، وان شاء الله بربي العام هذا ما يعاودش يجرالنا. وحنا الفريق شلف نبغوه، ما عندنا والو في الولايه، وان شاء الله بربي. حنا الفوتبال اللي لعبناه عام الشامبيونه، حنا ديك ما نعيطوا واش بطوله احترافيه، اول بطوله حليليه في الجزائر. حنا رانا مع شلف في الضراء وفي السراء، وهذا الفريق ما نتركوش مهما كانت صفه تاعو، يهبط القسم الثاني ولا الاول ولا دائما معاه. مدوار سنا ما وقفش مع هذا الفريق، يعاود يرجع للمكانه تاعو مدوار. قبل احنا مدوار شخصيه في السبور الرياضي وراه معروف، وهذا ما نتمنى والله جعل العام الجاي ان شاء الله بربي يجيب لنا لاعبين. عندنا لي جوار صدير قادر ما نجيبوش كاع هنايا. لا بروف العام اللي فات عندنا 3 فيناليست كوب داجيري، لي مينيم داو لا كوب، لي جينيور داو لا كوب، لي زيسبوار فيناليست. سنا عندنا لي مينيم فيناليست، لي زيسبوار فيناليست، سافا دير بلي كاين لاباط وكاين لي جوار، لا بيبينيير كاين. انصار اولمبي شلف كما نقولوا نحييكم، نتمنى ان شاء الله باش تريحوا دائما وراء الفريق تاعكم في الشده ولا في الربح، وهكذا باش تعطيوا له الدعم. خاطر انا كان لدي عندي حديث مع اللاعبين اكدوا بلي انه قوه شلف في المناصرين تاعها، وفي وجه الانصار عديد من اللاعبين جدوا في هذا الفريق، وان شاء الله يبقى. نتمنى لهم كل التوفيق. الان راح نمر الى ركن اخر وهو ركن المناصر من نوع خاص. في ركن المناصر منه وخاص راح نكتشف واحد الالترا عندنا بزاف، وحنا نسمعوا بها عندنا بزاف، وحنا نشوفوها في الملاعب الجزائريه، خاصه انها تنقل مع فريق اولمبي شلف في جميع الملاعب الجزائريه وايضا خارج الملاعب الجزائريه. كانت في نطار الجي التونسي لما في تونس، وكانت ايضا في بوركينا فاسو لما لعبت شلف عفوا المنافسه الافريقيه. احنا كنا حابين نكتشفوها، وهما ثاني فتحوا لنا الابواب تاعهم المقر تاعهم، واكتشفنا انهم شبان صغار عندهم اراده كبيره، وايضا عندهم حب الفريق اللي يمشي كما يقولوا في الدم كما قال المناصرين تاع الانديه الاخرى.
إذن راح نشوفوا الألترا بولينا في المقر تاعها، راح نكتشفوا هذه الألترا الجميلة جدا، لكن قبل ذلك نحيوا كريم عواق اللي دانا لهذا المناصر الوفي اللي دانا لهذه الألترا، ما لا تبعوا معنا. صنعت الإلترا بولينا الحدث منذ إنشائها سنة 2010، وهي التي جابت كل ملاعب الجزائر وخارجها أيضا، حيث ذاع صيتها وبلغت شهرتها المغرب العربي. تعتبر الثالثة من حيث النشأة في الجزائر بعد الفيردي ليوني وميغا بويز، مكونة من مجموعة من الشبان الذين يعشقون الجمعية إلى حد الجنون، تفننوا في صنع اللوحات والتفوات على مدار المواسم. كما ساهمت الأنصار الذين صاروا حضرة في التشجيع، زرناهم بمقرهم عند السوق قائد المجموعة، ففتحوا لنا الأبواب واستقبلونا على وقع الهزيمة. مرحبا بكم حنا بولينا، مرحبا بكم حنا بولينا، مرحبا بكم. نشكركم على الزيارة اللي زرتوها ولاية شلف النهار قناة النهار. بون حنا جماعة دي سيبورتر، شغل كيف نقول لك، حنا كرينا غير لي طرات كريات في 2010 هكا وليد في 2010. حنا يا جماعه ديما عندنا واحد 50 ممبر ولا في الايرترا، نبغوا ليكيب نزيدوا عليها طونزون طون، تبنا نزيدوا عليها ليكيب، نجبدوا درام جيوبنا هلا، نبغوا ليكيب الله يسود. هنايا في شلف الموفمون هذا تاع الالترا وكاع كان من شلف من الولايات الاولى في الجزائر اللي دخل فيها هذا. احنا قبل بولينا احنا تروازيام الطرا اللي صنعناها هنايا، كانت فيرتي ليوني وكانت ميغا تاع سعيده، وحنا كانت عندنا هنايا الطرا اسمها ريد لاينز، هي الثالثه في الجزائر. ومن بعد الطرا هذيك تاع ريد لاينز كان فيها مشاكل وكاع يتسمى تيبارات وكاع، ومن بعد تلاقينا حنايا هكا وصنعنا هذه بولينا يتسمى الانقاذ تاع الاخرى. المهم خدمنا حنايا في 2010 تكريات في 2010، الماتش الاول كاع اللي باشينا فيه كان في بجايه كونتر جي اس ام بي، ربحنا ثماني عاقل، كان فال خير تسمى. وكنا ذاك الوقت كنا واحد 25 كل 30 ممبر ولا كنا بيناتنا مع الاول هكا. وكاع من بعد بدات الحاله تكبر مع لايسو سيرتو العام تاع الشامبيونه، وكاع زادوا تلموا لي سيبورتير علينا وكاع، زادت المجموعه كبرت. اليوم شنا مجدي اللي ما درناش حاجه كبيره، ما شغل ما ناش ملاح، ما درنا لا تيفولا والو، شا درنا عندنا كراكاش، كاين كرطونه في ميزان، حنا ملوك كراكاش، هذا مكان اليوم صطادين حركه الياسما ليسونسيال. حنا باشينا في كاع لي ستاد، كاع 30 ايكيب في 48 ولايه باشينا فيها، وراك تشوف هنا هذا هو البيرو تاعنا، حنا هذا هو البيرو، نقعدوا هنا نتلاقاو ويكاند ولا ونتفاهموا ولا لي زيدي تاع لي تيفو كاع، فاهم؟ كل واحد يجيب حاجه فاهم، ونتفاهموا على ايدي واحده ونخدموا. كاين زوج مناصرين توفوا الله يرحمهم، مناصرين دائما مع الاوفياء مع ليكيب، عماري مسكين مدعو يعيطوا له سمينه الله يرحمه، كان يدي بلاصي كاع مع ليكيب، وين يروح وسالم مختاري رحمه الله، وعبد الله مسكين تاع الطروه الله يرحمهم كاع، كيما يقول لك نطلبوا لهم بالرحمه ان شاء الله، هما كيما يقول لك وين تروح ليكيب يروحوا معاهم بولو كازو ان شاء الله والله يرحمهم. الترا بولينا تعتبر من بين احسن الالترات في العالم العربي كله، وبفضلها صار انصار شلف مثالا يقتدى به، خاصة في الوقوف مع الفريق أوقات الشدة، فدمتم أوفياء للفريق، ماجيكم من المدرجات.
الكبار على دارت لنا وجه وجات عندنا و... واليوم مقابله شويه رانا شويه رانا مقلقين. انت مداري تشوف الماتش تاع هنا؟ انا في دال تاع العشو في دال انا في دال انا كيفاش اذا ما خرجت عليهم حتى اغنيه؟ ماهوش الفوتبول مو شغلنا الفوتبول مو شغلنا يا كاين كاين فنانين كيف الفنانين اللي يحبوا الفريق تاعهم يخرجوا عليه انت ما جاتك شاد ليدي تاع تخرج الفوتبول الفن احنا سنا رانا شويه رانا في ازمه تاع ماناش ملاح لا لا كاس لا لا بطوله رانا نضربوا ديجا غير باه العام الجاي ان شاء الله يكون عندنا جديد بورتور هنا تاع شلف يسمعوا لك توري لهم انا جاب لي ربي جاب لي ربي نظن قال المنصري تاع لايشو الناس كاع مربيين ومتنظمين واش حبيت تقول لنا تاريخ كيف قلت لي؟ واش حبيت تقول لنا كلمه اخيره؟ نقول لله ان شاء الله توفيق ان شاء الله التوفيق ان شاء الله اليوم نربحوا حامد واش تقول لنا ان شاء الله بربي انا كما قال لك الشيخ الكامري قال لك احنا مراسلين عندنا مراسلين مربيين كاين شي ناس يقول لك باللي جمهور تاع الشرف مش مربي احنا مربيين مدرجات ونطلبوا ان شاء الله يكون الجمهور العام الجاي تشوفوا الشرف فيه مستوى كبير تحيه الله يشوى تحيه الله يشوى معك الشيخ معك الشيخ مرحبا بكم تاعنا و عندنا واحد من مزيرالدا هذا في بولاد وجا سيبورتي لا شو هذا مزيرالدا السلام عليكم مساء الخير النهار احنا انا من مدينه زيرالدا وسيبورتي لايسو وجبت وليدي معايا فريق شلف فريق شلف عنده مشاكل بصح باش يطيح ان شاء الله ما يطيحش بولادو ان شاء الله ما طيحش لايسو مدام مدام لايسو ديما تبقى لايسو الشلفي السلام ما نطيحوش وانا من امور اخويا حبيبي كاميلي يجيني شريف الهدف جمع شريف الهدف ونسمع بابا حتى تشنى بيراتي ومن يقص في المطار وحمد ربات سنية حمد ربات حاجة جلالة ولا 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 حاجة جلالة ولا 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 على وقع هذه الصورة جميلة نودعكم ونقول لكم إلى